سؤال اخير ليك يا استاذه مارجريت، يعني هو سؤال مختصر ولو اجابتك مختصره هتقبلها. هل تودي او تتمني مثلما اتمنى ويتمنى جموع الاقباط ان يتم معايده للرئيس السيسي في عيد القيامه مثلما يعيد علينا في عيد الميلاد ايضا؟ بص حضرتك، طبعا يعني طبعا، وده بيحصل بس مش بيحصل ان هو بيجي في الجدرائيه، هلا وده احنا بيحصل بنتحدث عن كمان. زيارته الجذرية، انت شايف قد ايه الناس بتبقى فرحانة بوجوده، والكلام اللي بيقوله كلام داعم جدا للوطنية والمواطنة، ويعني هو الحقيقة انا شخصيا معجب جدا، وانا بعد حديثي مع حضرتك هذيع على السادة المشاهدين الكلمة بتاعت الرئيس السيسي لانها في منتهى الروعة. فانا بتحدث يعني احنا نتمنى ان هو يقوم بزيارة في عيد، خلينا نقول ان احنا عيد ميلاد المسيح عيد وطني، عيد بيحتفل بيه الكل. نحن نعلم الظروف اللي بتمر بيها البلاد، ونحن حريصين كل الحرص على وحده مصر زي الرئيس تماما، ونعلم كل الظروف المحيطه، وبالتالي علينا ان نتفهم كل المواقف التي تحيط بها، ونحن دائما على وحدة وتماسك الجميع. وبالتالي وحضرتك يعني اعتقد ان انت فهمت ما اقصد. طبعا 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 وبالتالي انا اعلم تماما ان الرئيس ما عندوش اي غضاضة في ده، وهو بيتم المعايدة بالفعل على كل المصريين، سواء في وسائل الاعلام او رسائل قضاة البابا او وجود بتاعتي من قبل الرئيس. نعم اعتقد انك بترسل ثقافه بقالها سنوات وسنوات وسنوات، وبالتالي يجب ان احنا تبقى يعني ما يعني مطالبنا طبعا مشروعه، ولكنها الحقيقه لابد ان تكون مناسبه للتثقيف. يعني احنا نتمنى زي ما قلت لحضرتك، يعني هو فرحة وجوده في الكاتدرائية تشمل الجميع، ورسالته بتبقى رسالة هي مش يعني برضه انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هي مش رساله بس في اسكندريه، لكنها رساله عامه طبعا طبعا. الرئيس في كل حديث من احاديثه يدعم هذه الرساله، تمام وده في الحقيقه يعني طفره كبيره جدا. لم نرى من قبل رئيس حينما يذهب الى عاصمه جديده او الى مجمع جديد يبنى ويسال عن مكان الكنيسه زي ما نعم بيسال عن مكان نعم الجامع. نعم نعم لا يعني في الحقيقه، لا في طفره رهيبه جدا 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 في حقوق الانسان، وفي يعني ارتياح يعني ترسيخ مفاهيم المواطنه في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانا اعتقد ان هذا الرجل لا يفوت يعني اي مناسبه لتهنئه ابنائه من الشعب جميعا، لان يتعامل مع الجميع تواصل. أمين. أنا بشكر جدا حضرتك يا أستاذة مارجريت على يعني رسالتك وكلامك وتعليقك على كلمة الرئيس وزيارة الكاتدرائية، وكل عام وأنت بخير أنت والأسرة وكل الأحباء. كل سنة وأنت طيب يا أستاذة مارجريت كل عازر. سنة وأنت بخير وسلام. عام سعيد يا رب على مصر وعليكم وعلى أسركم وعلى العالم كله، يا عم السلام والرخاء أمين والهناء بإذن الله. أمين. شكرا جدا النائبة المحترمة أستاذة مارجريت عازر عضو مجلس النواب المصري، وأنا هقول التعليق بتاعي بعد انتهاء المكالمة معها عشان يحسب علي ولا يحسب عليها. نعم نحن نتمنى زيارة للرئيس السيسي داخل الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة المجيد. نعم نريد ذلك.